ادخل. كتر خيرك يا مولانا. وبعدين يا حاج؟ أجن استبارك يا سيدنا. سيدنا؟ سيدنا هو سيد الخلق أجمعين، محمد عليه الصلاة والسلام، وإحنا كلنا عبيد عند الله سبحانه وتعالى. أيوه يا شيخنا، والله ما أنا عارف أقول لك إيه ولا أعد لك إيه. قابلت ناس زي نصابين كتير، مش كده؟ أيوه يا شيخنا. مفيش أسهل من إنك تنصب على الناس باسم الدين من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق لحد دلوقتي. مش يمكن أكون منيهم؟ لا لا سمح الله، ما تقولش كده. ده لو فيه اتنين تلاتة منك كانوا مالوا الدنيا دي كلها خير. وأنت تعرف العفش من الزنك إيه؟ من السبحة والدق؟ ما يعلمش المخفي جوا القلوب إلا اللي سطر المكتوب وختم القلوب. بعدين أنا ما عملتش حاجة لولدك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أراد له الشفاء. على يدك يا سيدنا. استغفر الله. هو ربنا محتاج عبد من عباده يقول للشيء كن فيكون؟ صدقت يا شيخنا، صدقت. بقول يعني الناس بره نفسهم يشوفوك ويستباركوا بيك وفاكرين ان انا اللي حايشك عنهم. لو هيضايقك بلاش. انا هصلي العشاء واسلم على طارق واتوكل على الله. لا ورحمة الغاليين ما يكون، عايزين نتمتع ببركاتك. بقول لك ايه، انا هبني لك بيت جاري وتقعد فيه. هتبني لي بيت؟ تعرف تبني لي بيت من غير سقف ولا حيطان؟ اللي انت عايزه قول لي عليه وانا اعمله. بعد العشاء هقول لك على اللي تعمله، روح لحبايبك. طيب مش هترضى عننا وتاكل من وكلنا؟ هاكل من وكلك دلوقتي يا مولانا يا بنت. بس يلا خلصوا، الشيخ عايز وقت. نابت برضو؟ لا نابت ايه؟ طلعوا كل اللي عنديكم، ان شاء الله تذبحيه خروف حتى. يسند قلبه دلوقتي وخلي الخروف على العشاء. طب يلا شاير وجوار. شربان عندك لحمة قد ايه؟ خربنا يا كتير يا حاجة. ها؟ جدع يا بنت يا شربان، ده الراجل عايش على النابت اسبوع. شوفوا ما دخلوش اللحمة وهو ياكل على كد نفسه. اهلا اهلا وسهلا. الف مبروك يا حاج. خطوه عزيزه. اهلا. ربنا يعز مقدارك. والله كنت عدعي لولدك الليل قبل النهار. تفضل تفضل. ولدك ابن حلال، بسم الله ما شاء الله، كل الناس هتحبه. عملك هو للنجاه وليه رجاله. كلامك مليع يا حاج، والله الخلق كلها كانت هتدعي لطارق اكتر ما تدعي لعيالي. تفضل يا حاج. الله. تفضل تفضل. بلاش يا بلاش يا بلاش يا بلاش الراجل يا بلاش يا بلاش. آه جليلي أصلي ما تماشيهوش. طلع ادخل. السلام عليكم يا سيدنا. أستغفر الله، ما تحملنيش ذنب يا حجة.
العفو والسماح يا سيدنا. سيدنا؟ أنا اسمي خلف، خلف الله. اتفضل الوكل، اتفضل يا مولانا. عنك. ده كتير. حاجة على قد ما جوزهم كده، بالهنا والشفا. كتير كتير. حاضر. خليكي جنب الباب لما مولانا يعوز حاجة. عناية يا حاجة. طيب البركة ده نسلم عليه ونستبرك بيه؟ والله يا حج من طلعة الشمس وانا عمال اترجاه ينزل للناس ما رضيش. الراجل ده بركة، انا رحت المشايخ كتير، اللي قال 5 واللي قال 10 واللي قال 20، ولو كانوا طلب اكتر من كده كنت اديتهم، لكن الراجل ده على بيمين ما طلب ميلة محمد، كل اللي بيعمله عايش على النابي. نابت؟ ايه هو صح لنابت كد كده، ما فيش اكتر منه. يعني ما طلبش عجل اصفر ولا ديك حمار ولا فروجه حتى. ده ما رضيش ان احنا نبخر، قال البخور ضرر واكتر من نفعه، هيتعب الصدر. يعني الحديث اللي هيقولوا عليه ده ان الراجل بركه صح، لكن استبرك بيه كلنا. علاء بيمين خبط علينا الباب لوحده كده، ولا ده غلط؟ صح يا حاج. وهو بيقول انه عايز يمشي النهارده. يمشي؟